يا ابني لما انت مش ناوي تتنيل تتجوز ساحل نوع معاك ليه في الليله بتاعتك دي؟ فاكر نوع بتعمل ده عشاني؟ نوع قلقان عليك مني خايفه. بعدين هو انا حمار عشان اتجوز تاني؟ الجواز ده للناس اللي زيك. زي ازاي يا ويسخ؟ خلاص يا عم ما تاخدهاش على صدرك قوي. الناس المحترمين اللي زيك اللي هو هتعيش حاضر، الواد بيسهل حاضر، تفضل بقى تقول حاضر حاضر لحد لما تبقى مطاطي شبهك كده. مطاطي ايه يا واطي؟ لا واطي يلا، ده انت البنت اتجوزتك شهرين ثلاثة سابت لك البلد وطفشت يا اخويا. عارف لو الكلب بتاعك ده نطق ينطق بس كان زمانه سبلك من زمان. يلا هو في حد في البلد يستحملك ولا يعرفك غيري؟ ماشي يا عم ماشي، حضرنا محمد بيه معلش. يا حبيب قلبي ايه رايك في الجواز؟ جواز تخترع بس يا عم انت راخر اهو، هنتحبس بسببك اهو. ليه كنتوا الاثنين فاشلين زي بعض؟ سلام يا اخويا منك ليه؟ مع السلامه. بقول لك ايه؟ ما تنساش البطيخه وانت مروح. فكره برضه. لا قول حاضر. حاضر يا اخويا حاضر. ايه العيال دي يا محمد بيه؟ قلم تلنكات والله يا بيه. صباح الفل، انت بايت ولا ايه يا عمرو؟ ربنا معاك، عايز حاجه؟ سيف باشا، الواد ده يا باشا انت سمعت عنه حاجه ولا مذاكره كويس؟ ماله اخلص. اصل يا باشا شفت له فيديوهات والواد بصراحه ايده طرش قوي بس نفسه قصير يا باشا، فممكن سيادتك تستنى لما نفسه يقطع وتروح جاي لبه على طول. وانا لسه هستنى لما نفسه يقطع. اتفرج عامل لك في ايه. اركب. عشان لو قلت لك ما كنتش هتيجي. وانتوا كده كده كنتوا هتتقابلوا يا سلمى، يعني مش مشكله. ماشي بس انا بقول لك اهو، لو اتريق عليا مره كمان والله ما هسيبه، هديله على دماغه. اهو كده بقى ما هيصدق. ما فاضيله خالص يا سلمى، هيزهق وهيسيبك في حالك. طب هاتي الملح. فين باركس يا نو؟ اهو على الشمال. يا عيني يا سلمى، انا مش عارفه ازاي تبقى صاحبتك ويجي لها قلب اصلا تفكر تجوزك واحد زي سيف ده. يا بنتي ده مختل عقليا اهو، شفتي؟ طب والله لاقين على بعض. يعني انا مختل عقليا؟ لا مش قصدي، بس يا سلمى انت عشان مش عارفاه كويس. هو بيهزر كتير وساعات هزاره بيبقى تقيل شويه، بس والله قلبه ابيض وبيحبش يزعل حد. يعني بعد كل اللي هو عمله ده وبرده بيحبش يزعل حد. هو عمل ايه؟ صاحبتك اللذيذه قررت يوم من الايام تظبطنا مع بعض. قلت معايا ابتديت اتكلم معاه، كنت فاكره ان هو بني ادم بجد في حياتي وشغلي كل الكلام ده. مسكني تريقه من فوق لتحت على ان انا لايف كوتش، وقال ايه بتمرني في نادي ايه وفاكره نفسك حسن شحاته؟ طب ما تيجي تمرني لي ليو حاجه، يعني في قمه السخافه. عادي يعني، هو ده سيف. وايه كمان راح واخد بقى كل كلامه ده كمان في سكه اباحه، قفلني منه بشكل. بصي بصي بذمتك ده منظر واحد لاقي عليا. تعال يلا روح كل، يلا قوم. ايه يا ابني انت وهو المجله دي؟ بس عيب قوي اللي انت عملته. تخرج يا راجل بالطريقه دي؟ هانت عليك العشره؟ لا انا بصراحه يعني مش عايز اتكلم لانه في بيتي، بس لا لا عيب بصراحه. اتغير يا عمرو. عيب اتغير والله. ساعه لما راح الجهاز هو متغير. ما انت هتستلمني يا اخويا انت وهو، هو اللي سبتكم وخرجت؟ ولا سبتكم وخرجت في الشارع يعني؟ خرجت من جروب ابيح مليان صور نسواني عريانه و كلاب بقى اوضاع غريبه، يعني حاجه في دائره الادب. واد ادهم كبر وبقى غلس، كل شويه يمسك الموبايل ويقعد يقول لي ايه ده ومش ايه ده. ادهم برضه انت بتخاف من سماح. وايه دخل سماح؟ يعني مش عارف دائره ادبكم وسفرتكم يعني؟ لا انت بتخاف من سماح. طب انا بخاف من سماح. ايوه ليه بقى بتخاف من سماح؟ بقول لك ايه، ما تعصبنيش بدل ما اخش اطلقها. ما تيلا يا محمد. ايوه يا ماما. نخش اكل. كل يا قلب ماما. سبع. طب احنا ايه؟ يلا يلا بدنا نخلص الاكل يلا. استنى بس قبل ما انسى، الاخير كمان كلمني عايز يودينا غرفه عمليات القطع وانا قلت له لا. قلت له لا. قلت له لا ليه؟ الله انت بتقرر لي يا سيف. مش عايز تروح انت يا اخي ما تروحش، اروح انا. تروح انت تعمل ايه؟ تقعد على مكتب؟
ما كنت اشتغلت مع حماك احسن واديك شايف العز. طلعت قرر انت كمان. احنا كبرنا بقى كفايه كده. الواد كبر عايز اربيه. بس شويه ايه ده؟ الله 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 ايه الحلويات دي؟ تسلم ايدك. انت ما قابلت سلمى قبل كده ها؟ لا والله اول مره. يا راجل انت ما تعرفش بتشتغل ايه؟ صاحبة نور انتيم تبقى دكتور الاسنان زيها يعني؟ لا ده انت ظابط مباحث عقل، ما بتهزرش. لا سلمى بتشتغل لايف كوتش. لايف جاكيت بتشتغل ازاي؟ ايه لايف جاكيت؟ جاكيت ايه؟ انت رايح المسطحات؟ انت كده بتهزر. والله ابدا انا مفهمه. لا هو مش بيهزر، هو فعلا مش فاهم. والله يعني اسكت يا عم، انا فمش مش قصدي والله. لايف ايه ده؟ لايف كوتش هو شخص انت بتروح عشان تتكلم معاه على حياتك وطموحاتك ومشاكلك، يعني زي الدكتور النفساني بس في اختلافات شويه. احنا بنساعد الناس ان هي تتعرف على نفسها اكتر، تطلع بره الكومفورت زون بتاعها، تواجه اي صعوبات في حياتها، خصوصا في الاوضاع اللي احنا بنواجهها الايام دي. فهمت طبعا. ها اوضاع يعني زي هبه قطب كده. هو انت مش قلت لي ان عندك مشاكل في النوم؟ الا بقى النوم ده انا ما بنامش خالص. الله رايك والله. انت تعرف عشان اعرف انام لازم اخد حبايه ادويه. طبعا ما هو جواز كده بيعمل فكره. طبعا طبعا عليسه بقى على فكره كل الناس بقت محتاجه لايف كوتش اليومين دول. اولهم انت يا سيف. انا لا سيف مش محتاج لايف كوتش، سيف محتاج جلسه كهرباء. طب هون عليكي هون عندي واوا في عينيا كده الكهربيني. تسلم ايدك اللي ضربك. لا ما ده مش ضرب ده تحرش. بس بقى اتلم. الله ما هي اللي بتقول عايزه تهربني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابو العز ايوه بس سلم تليفون يا ابو العز تليفون. يلا يلا صابر باشا صاحبنا بيعمل مكالمه اهو. الحم الحته دي واستناني. وريني يا سيدي. هسمع حالك حاول المكالمه. تمام يلا بسرعه. هلين ابو جعفر. الله يساعدك شلونك قلبي؟ بخير الله يسلمك بشرني عنك. يا باب ابو العروسه يسال جهزت لها ريس لو لا لو كل شيء ما سويته بعدكم. هينا قاعدين بنحضر بالعرس بس صراحه ما حددناش موعد بس ان شاء الله عن قريب وانت اكيد راح تكون اول المعازيم. زين اقول لك لسه شوي احنا محضرين ان شاء الله 600,000 على هذا. انت بقى يا ابن الصار ما انت معقول مهر الصغيره 500,000 دولار والكبيره بس 600,000 دولار. تمام يا فندم. ايه مدحت تمام سعد حددنا المكان. حلو ابعت عماد يعمل استطلاع وطلع على المكتب. انت الموضوع كله قدامي. حاضر على طول ابلغ سيادتك. محبين حاضر حاضر اتفضل مالك. نعم لو وصلنا مكان الخلايا. يلا حبيبي شدوا الهمه وانا ما ناسيكم ان شاء الله. الله معك. شكلهم ناويين على عمليه كبيره قوي خلال يومين او ثلاثه بالكثير. يعني احنا لازم نحط خطه ونقتحم بكره او بعده. ايوه بس هنلحق نجمع معلومات؟ ان شاء الله ما عليك. انا بعت ماديا من الاستطلاع، يعني ان شاء الله خلال ساعتين او ثلاثه بالكثير هيكون عندنا المعلومات الكافيه. انتوا عندكم ايه النهارده؟ يا حبيبتي انا قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون انا وليو. شغل ايه الساعه 2؟ هو في حراميه الساعه 2؟ زمانهم نام. طب ما تكلميه هو على التليفون. ما هو سايب تليفونه هنا. سايب تليفونه. سيف ما تهزرش بطل بقى قولي وراكوا ايه النهارده. ما بهزرش والله. يالله يعني اقول لك ايه بس واحد نازل من بيته في فصاص الليالي هيكون نازل يعمل ايه يعني رايح يجيب عيش فينه؟ ما يا اما بيخونك يا اما متجوز عليك. بطل هزار يا سيف بقى. ماشي يا نوح ماشي يا نوح خلاص خلاص اهو معاك اهو اتصرفي معاه بقى ثانيه واحده بس بينشف ظهره. ايه عشوائي. يلا اب اب يا نوح جو اب جود بوي جود بوي. ايه الفكرة طيب يا نوها ان انا اصحيكي او اسيبك نايمة؟ هتفرق؟ اقعد يا ابني اترزع بقى. يا عم مش شاطر على نوها. ما فعلا انا نسيته مش عارف بقى اعمل ايه طيب. يا رب نروح الشغل النهاردة. اقفل بابك بس. اهو اتفضل هو ده اللي معطلك هات بقى. محمد رسول الله مع السلامة. مع السلامة. معلش يا نوها عشان البنات بس بردت شوية. يلا باي. بقولك يا زوز. ايه؟ عملت ايه في موضوع الخطوبة؟ والله البت عايزين احلى الشنب. احلى الشنب؟ شكل الجواز ده في كفة يا زوز والشنب في كفة. مضايقكوا في ايه الشنب عايز افهم انا؟ خلي الشنب ما تشيلوش. الراجل بيخش يصدر اقتحامي يثبت الناس بالشنب يخوفهم نخش احنا نلم وراه ونروح بسرعة يا عم سيف. ولا قدر الله وجرروا حاجة يبقى احلى البت وامام منهم الشنب ده. انا كده كده احلاهوله بالليل.
والله ما بتعرفه. حلاوتك يا جوز.